معانا تليفون، معانا ياسمين. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا استاذه؟ ازيك عايزه يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. الحمد لله بخير. انا كان بس عندي سؤالين لفضيله الشيخ. اتفضلي. دلوقتي يا عم الشيخ حضرتك، انا عندي 4 اخوات ولاد، تمام، وعندي وانا برضو يعني 4 اخوات بنات، بس انا اصغر واحده، واخواتي البنات متجوزين. دلوقتي اخواتي الولاد مبهدلين بابا وماما خالص، بيقعدوا يشتموهم ويبهدلوهم، ولدرجة ان هما كمان بيمدوا الايد ساعات، ويعني ماما ست كبيرة وبابا برضو يعني طالع على المعاش وكده. انا بس ببقى شايفة شتمتهم قدامي وما ببقاش قادرة اعمل حاجة، لان انا بنت وصغيرة كمان. فانا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اكلم مين مثلا يحاول يساعد معايا في حاجة زي كده. يعني انا وبابا وماما مبهدلين خالص، وكان برضه مريض سكر درجة. ياسمين، اخواتك ليه بيعملوا كده؟ مش عارفة يعني. بص حضرتك، وكمان هما معيشين عيشة وحشة جدا، بيعاملوني بطريقة وحشة، مع اني في منهم واحد فخيف كمان انا بخدمه جدا، وماما كمان شايلاه وشايلة عياله، وهم قاعدين معانا في البيت. انت عندك كام سنة يا ياسمين؟ عندك كام سنة؟ انا عندي 19 سنة. 19 سنة. هل هم دايما بيشتموكي، بيتخانقوا معاكي كده من الباب للطاق، ولا ممكن مثلا يقولوا لك حاجة فانت ما بتسمعيش الكلام؟ ف لا مش فكرة كده، هما مثلا ايه يعني كل حاجة تحكمات بس، يعني لا ما فيش نزول، ما فيش خروج، ما فيش يعني مثلا يجوا الساعة 7 كده، انت كنت فين؟ صح؟ انا ما بنزلش اصلا، يعني انا امال اصلا ما فيش ما خروج وما فيش بنزلش، طلوع ازاي؟ ما فيش، هما ما عندهمش ان انا انزل. ومثلا لو حبيت حتى ان انا انزل اشوف انت ازمة في سنة هوا او كام يا حاجة، لا ياسمين؟ ما في سنة فيش. كام؟ هو انا المفروض كنت في اولى جامعة، بس هما ما خلونيش كمان اكمل الجامعة، يعني برضو هما خلوني اخلص 3 سنة واقعد في البيت. انا حضرتك كمان يا عم الشيخ كنت مخطوبه لسه من فتره قريبه، كنت مخطوبه، خلوني برضه في الخطيبه عشان هم عايزين كده، يعني عشان هم عايزين ان انا فيه، مش لا، ست ما بص يا تقربني ياسمين، ولا ما فيش كده. اخ عاوز ان اخته ما تتجوزش، يعني يمكن لا هو يا عم خطيبك ما الشيخ، كانش هم كويس. مش فكرة كده والله يا أستاذ دعاء، هم أصلا دايما كده، حتى مع أهلي مش عارفة. أنا طب بس وانتي باباكي نفسي مش تعبانة إن أنا بص كل ده ومش عايزة أعمل حاجة. تمام؟ انتي باباكي ومامتك مش معاكي في البيت، وهما برضو ليهم رأي في حياتك، ولا هما سلبيين؟ لا بصي، هما مش كده، هما للأسف مش قادرين عليهم، لأن هما مغلوب على أمرهم دايما. يعني هما يعني ماما وبابا هم عارفين إن أنا يعني ده غلط اللي هما بيعملوه، وعارفين إن أنا المفروض إن أنا أكمل، أو المفروض إن أنا أكمل تعليمي، أو المفروض إن أنا أبقى زي أي بنت عادي. يعني هما يا ياسمين، لما اخواتك بيشتموكي وبيهنوكي، بابا بيبقى شايف ده وماما شايفة الكلام ده؟ ايوه طيب اصل بيقولوا لهم ايه؟ مسؤول بابا بابا بقى كان بيقول ايه بس وماما بيدافعوا بتقول ايه؟ عني، بيعملوا ايه؟ يعني بابا وماما بايه موقفهم؟ بيشتموهم. يعني بابا لما يجي يدافع اخويا بيشتمه، يقول لهم طب انت مالك مالكش دعوه. يعني مفيش حاجة اسمها كده، وبابا بيشتموا بابا؟ يعني حضرتك بابا كبير في السن، عندي 64 سنه، مش هيقدر عليهم، هم شباب يعتبر. وهم على طول عاملين مشاكل في الشارع ومع الجيران، مخسرين الدنيا كلها وفاتحيننا في الشارع، عاملين مشاكل مع الناس كلها. او انا يعني انا تربيتي بيهم خالص، وعندي اخ برضه منهم بصراحه ملوش دعوه بده كله، برضه بيعاملنا كويس على قد ما يقدر، هو قاعد بره، عملوا له برضه مشاكل في بيته ومنعوه يجي عندنا خالص. واخواتي البنات الجوزين برضه منعوهم يجوا عندنا خالص، لدرجه اخواتي لدرجه والله يا عم الشيخ ان بابا عمل لهم محضر، لان هو مش قادر عليهم، مش قادر، ما فيش حد ان هو ينجبنا منه. ومالكيش مثلا، مالكوش خلان، عمام كده، ناس كبار؟ عندي بس ما عنديش عمام، هو بابا وحيد، ودي اخت، واخته دي متجوزه بعيد ومقطعونا، يعني ما بتجيبناش اصلا. بيقول لك عملوا محضر. وماما ما عندهاش غير اخ واحد برضه، وكبير في السن، عنده حاجه و70 سنه، يعني ما العيله اصلا مش مترابطه زي ما حضرتك فاهمه، مش مترابط. فاهماني؟ شوف بس يا ياسمين، انا يعني اذا كان الامر بالكلام ده، فانا ما علي الا ان اقول لك يعني اصبري واحتسبي الامر عند الله عز وجل. يعني حاولي بقدر الامكان اللي انت تصبري، وهي فتره ان شاء الله لغايه لما ربنا يكرمك وتتخطبي وتتجوزي وتخرجي من البيئه اللي انت عايشه فيها دي. واما هم، فانا لو وجهت نصيحه فهم ما فيش نصيحه بقى. اذا كانوا هم بيشتموا ابوهم، بيشتموا امهم، ويعني عاملين مشاكل مع الجيران، حتى الوالد راح عمل فيهم محضر، فيعني هذا يعني مهما اوجه نصيحه فلا حياة لمن تنادي يعني. لكن انا بقول لك انت فوضي الامر الى الله، حاول اللي انت تصبري، حاول اللي انت تحتسبي الامر ده عند الله عز وجل.
لغاية لما ربنا يأذن إن شاء الله بإذن الله يجيب لك إنسان كويس يقدر يصونك وتتزوجي بإذن الله وتبعدي عن الحياة المأساوية اللي أنت عايشة فيها دي. وقولي دايما أكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل.